السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في قطر والعالم العربي، ومرحبا بكم في الليلة الثانية من القلائل. حديثنا وسهرتنا الليلة هي أجواء البرد والهواء مثل ما أنتم شايفين، لنا يومين والهواء مصلب، واليوم بداية الاختبار الحقيقي، طبعا دخول العسس واختيار الأماكن هذا بحد ذاته اختيار أولي، ومن بعدها دخول الفرق وتحدي الأجواء الجوية مع نصب بيوت الشعب، وعقبه يبتدي التحضير لبداية المقناص ابتداء إن شاء الله من بكرة الفجر. اليوم عد وهواء وبرد، ثلاث عوامل مع بعض تجمعت، الله يعين المشاركين. يعني الطبيعة من أول يوم وقفت للمجموعة الأولى في تحدي لهم، والأيام الجاية راح نشوف مفاجآت وتحدي. الليلة راح نتكلم عن فرق المجموعة الأولى وتحضيراتها للمسابقة، وفي هاللحظات نرحب بإخوان الحاضرين معي في مجلس القلال. أرحب أول شيء بالوالد محمد بن علي بن جاسم الكابي قائد فريق مقاليس. مرحبا ابو جاسم. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا لا تعبت ابدا سلامتك. اجواء اليوم ماذا العد؟ متعودين على اشياء احنا متعودين والله متعودين يعني. مقاليس متعودين كل السبب شوف الحبار كل عشان شوف الحبار. اي نعم الله يكتب لك الخير. اي نعم وان شاء الله انك تتاهل ان شاء الله. الله كريم ان شاء الله. نروح طبعا مع اخوي سعود بن عبد الله البوعينين، طبعا من عضو من اعضاء فريق الجنوب. يا مرحبا ابو عبد الله. الله يرحمك. لا تعبت ان شاء الله. تعب اليوم؟ لا والله ما حولنا تعب، الهوى علينا وعلى غيرنا، لكن ما حولنا تعب إن شاء الله. ما تعبت اليوم؟ لا لا أموركم طيبة. أمور طيبة زين. طبعا معكم مشاهدين الكرام أخوي محمد بن طالب الهليل المري، طبعا قائد فريق الشقب، ومعروف أبو هليل طبعا صاحب بيرك سابق. والأوضاع كيف معك أبو طالب اليوم؟ يا مرحبا. أول شيء مساء عليك أبو عجاد، مساء على بيرك الكرام، أخونا خلف الشاشات. الحمد لله زين الحمد لله. هوا لكن الحكم تعب. عدينا أيوة الحكم تعب ما. اللهم لك الحمد. الحمد لله رب العالمين. نروح طبعا لأخوي علي من جميل الغامدي من المملكة العربية السعودية، وعلي طبعا من فريق السهلية وقد شارك في كذا موسم. علي راح فيك مرة ثانية. الله يرحبك على فضله، والله يمسيك بالخير ويمسي المتابعين من الشاشات والحاضرين الجميع. يا مرحبا ومساء. ونرحب بعد طبعا غني عن التعريف اخوي محمد بن نهار النعيمي المدير التنفيذي لمنطقه القلائل. مرحبا ابو نهار. يا مرحبا يا سعيد، مساء عليك ومساء الربع الموجودين والمشاهدين خلف الشاشات. زين ناخذ فاصله بس مشاهدينا الكرام وراجعين لكم مجلسنا، راح نسولف عن الاحداث اللي صارت اليوم من دخول الفرق المحميه. فاصل وراجعين لكم. اسمعوا تقرير في صوره ملايين البطوله والبطوله في القلايل. اسمعوا تقرير في صوره مثايل فالبطوله والبطوله في القلايل. والقلايل من وات القانص مجيها جامعه للصيد من كل الفصايل. والقلايل من وات القانص مجيها جامعه للصيد من كل الفصايل. ديرة علت عقب واسم الرواها من ثلاث شهور فيها السير سايل. قفر ما فيها من البدوان دوعي خالية ما شف فيها زول زايل. قفر ما فيها من البدوان دوعي خالية ما شف فيها زول زايل. نبتها متخلط دقه وجله وبعضه قد هو عليها الحول حايل. وشماعتها بين انفسه مثرها خططت فالسوم من كثرة مايل. وشماعتها بين انفسه مثرها خططت فالسوم من كثرة مايل. كل ما هبلها والغربي عليها نوشت نواش نقاض الجدايل. محل المقناص فيها والمعشاق الظلال حزومها للشرق مايل. محل المقناص فيها والمعشاق الظلال حزومها للشرق مايل. والبطولة جمع أهل أخوان شمع شاركوا بالود من كل الجبايل. مرحبا بكم مشاهدين، رجع لكم مجلسنا في القلائل ونسولف مع أبو نهار عن الفرق اللي دي اليوم ودخولها للمحمية. تعودنا في المواسم اللي راحت تصير أمور، تصير في تأخيرات، تصير في أخطاء. اليوم
يوم دخلت الفرق صار شيء معكم في اللجنة؟ بالعكس، اليوم يمكن أحسن انطلاق عندنا من الموسم السابق. الطريقة هاي طبقناها في الموسم السابق، الأساس يدخل في نفس اليوم اللي يدخلون فيه المشاركين، يعني الأساس بيدخل الصبح ودخلوا هم اليوم الساعة 2 الظهر. لكن كان الشيء الوحيد اللي ضدنا وضدهم صراحة العوامل الجوية، يمكن أثرت عليهم أكثر شيء، لكن كانت انطلاقتهم توقع زينة. يعني اليوم انطلقوا كلهم ووصلوا مواقعهم إلا فريق واحد تأخر، توقع فريق الجنوب آخر فريق وصل. زين، أتذكر كان الأول الموسم اللي راحت كان لجنة لح على موضوع التوقيت، من اللي كان يبني قبل ومن اللي خلص قبل، موضوع الإلحاد خلص ولا للحين موجود؟ خلص من نوع من ناحية الانطلاق انتهى، لكن ما زال قائم في موضوع الأساس. الأساس؟ أي نعم، الأساس مو بناي البيت. الموسم اللي قبل كان في الأساس وبناي البيت، لكن السنة صار بس في الأساس بروحه. الأساس اللي بيروح بيوصل بيختار أول واحد قبل الثاني. زين، صار بعض المواسم راحت كان في إصابات، لما ربي ينطلقون تعرف في عجلة وفيه بيحضر المكان وكذا بيحجز المكان. السنة دي في إصابات؟ لا أبدا، كل موسم صارت تصير الانطلاقة جماعية، الكل يبغى ينطلق قبل الثاني. اليوم عكسوا الموضوع بالكامل. كيف؟ اليوم احنا نترجاهم حركوا اطلعوا، كل واحد يقول انا بنطر الفراق يمكن بطالبه واخر واحد ظاهر، كان متحرك لان يظهرون كلهم. لانه ما وراه مقناص اليوم. معليش بس حتى بطالب عندي ما ادري اذا شاركوا الراي الافرقة الثانية، ان الربع يروحون يختارون المكان القريب من الصيف. لا انا ما اتكلم عن اساس، اتكلم عن انطلاقه. انطلاقه لا كاساس. لا الساعه 6 انطلقوا مع بعض كلنا مع بعض. اي نعم، ما فيها خلاف، لكن بناء البيت ما عندك مشكله. لا بناء البيت هم دائما المشاكل ما تصيدنا في يوم الاساس، تصيدنا المشاكل في انطلاقه الفرق. تخبر الحلال كله مع بعض والمشاركين كلهم مع بعض، هني تصير عندنا المشاكل في الانطلاق. زين، خلينا نشوف على المشاهدين عن دخول الاربع فرق كلها كامله، نشوف كيف دخلت وراجعكم مشاهدينا الكرام. طبعا شفنا معكم الاربع فرق اللي راح تشارك داخل في البطوله، لكن ودي اسولف الان مع الوالد ابو جاسم. طبعا اليوم دخلتم. اي نعم. بس خلينا نتكلم عن اعضاء الفريق اللي كانوا معك. في عندك عضوين ناقصين، اخوي علي المري. ايوه. واخوي بدر المنصوري. بدر المنصوري. علي ايش فيه؟ علي عنده مريض. واحد من جماعته مريض او هو مريض. جاء له ما يشوفه ان شاء الله. انا اشوف ان شاء الله. وبدر متوفي والده الله يغفر له ويرحمه ويسكنه الجنه. ولا هو جاهز. وبدر ما يحتاج معروف ما يحتاج فراش ما يحتاج المنصوري التعريف وانا مكلمين قال جاهز ان شاء الله ويجيكم الله يقسم توفى والده وتهيئت على الشهر بيتلحقكم عقب ولا خلاص؟ السنه الحين معاك بالجوله هذه بيتلحقه؟ والله ما ادري يمكن يجي والله ما ادري توفى والده وكلمنا البال خليني اسال ابو نهار عن نقطه مهمه. نعم ابو نهار، اذا الله اراد وفرضا فريق مقانيس تأهل
للدوله النهائيه يدخل. عنده عضوين اللي هو علي السناري وفي بدر المنصوري يدخلون ما في اي مشكله يتلاحقون معهم عادي ما في اي مشكله لكن في في دخولهم الحين في المجموعه الاولى اذا ما دخل معهم في الانطلاقه من اول يوم ما يدخل معهم الا اذا تاهلوا في النهائي حتى بحكم الظروف اللي صارت اي نعم بحكم الظروف ظروف قسريه صح نعم لان انت تدري احنا عندنا اول شغله عندنا سريه النتائج داخل صادق فالشخص بيجيك من برا اكيد عارف النتائج متابع الحلقات كلها ما عليه بس انا مهما كان فريقي يحتاج ما عليه انا خلاص انا كشفت حق الفريق نتائج الفرق كلها الباقيه صح ولا لا؟ ما يمكن يفرق معه ثاني يوم ثالث يوم الله بيوافق ان شاء الله في النهاية يعني ما في مجال ما في مجال ما قد طبقناها نهاية ولا في اي سنة ما قد صار الموقف هذا في المواسم لا يصير عندنا في مرحلة التأهيل يدخل معاهم في النهاية صار مع فريق الاعداد اعتقد من سنتين كان الكواري معاهم في المرحلة الأولى ما قدر يدخل كان مسافر في علاج برا وجاء في النهاية متأهل ودخل معهم النهاية على طول بس هذه لازم نشوف لها حل اذا في ضرب قسري ابو نهار وانت تعرف انت المحميه محتاجه كل عضو له ميزه خاصه انا ما عندي انا ما عندي مشكله انت موافق يا سعيد انا ودي الكل يشارك انا ما ابي احرقك البرنامج عودت على البرنامج انت مهتم في البرنامج لا مهتم في البرنامج ما تبغى احد خلاص ما عندك مشكله احنا راح نتناقش فيها ذي لازم لها نقاش خاص لان شيء مهم زين خلينا نشوف طبعا مع المشاهدين الكرام يبغى بنشوف الان فريق مقانيس قطر كيف دخل الاساس وكيف بنى البيت نشوف على المشاهدين شكرا خلينا نشوف معكم طبعا هذا فريق تعريف خاص عن فريق مقانيس قطر خلينا نشوف معكم محمد علي جاسم الكعبي رائد مقانيس قطر هاي السنة الثالثة يكون معي المنظار أنا اللي هو الدربيل طير ما بعد جهز طير ما شاف بتحط الحبارة أنا اللي أثبت محلها اللي توقف فيه أصعب شيء لأن عندنا بعض الطيور تفرع في الموتر أما الناقة ما تفرع إحنا عندنا طيور وصفي فيها ونشوف إيش اللي راكد على الناقة المطية اللي تفرق عن المطية اللي قدامها هي المطية بعضها ما يخليك تفرق لا متر ولا 40 متر عن خلوه الحين دور العساس يكون شوي أصعب لأن الحين حطوا بين كل مغرات الأفرغة كيلو تطلب جهد تطلب سرعة جاهزة إن شاء الله حق شوف وش الطير اللي يصلح حق البطولة الطير هذا حر قرناس ما هو بصغير والطير طلع وأول مشاركة له إن شاء الله زمان ذا القلاير معتمدين عليه لكن بعد والله فيه طيور إن شاء الله هنا نفاجئكم فيها ونسأل من الله التوفيق وكسبنا منه إن شاء الله الصيد أبو جاسم ولمه أنت الأخواني بعدين لما حملنا الحلال هناك قبلها بفترة وحولنا نتدرب هناك زين حتى الحلالنا صحيح تعرف الحلال القاع فيها رمله القاع فيها رمله والحلال ما يتعرض لتحميل قبل فتره البطوله فتره بسيطه الحين امور للطيور ندعم شو طال نعطينا حاله تسوى مفرعه ولا تكفى كل المطاري ولا هناك يوم واحد رايح بعض الطيور اما نشيله في يوم كل يوم كل يوم نشيل عمطيه يتعب الطير صحيح من مقيضي هم بالي بالقلايل وابتدت ونويت بالجيشه غزيها فوق شقراف هاي قاع عن كل حي لتميز لهم في حذفة إيديها دار بالله زرفة لا شفت الهوايل من سطرها ما عليها من ذويها خايل ودرهامها ويا من تخايل الذكر واجب وذكر الله عليها نسأل من الله التوفيق في القلايل إن شاء الله آمين إن شاء الله نحن جود البيرة قسمنا هدفنا نوع من هذا إن شاء الله فريق مقانيس قطر جاهزين مستعدين والوعد القلايل طبعا مرحبا بكم مشاهدينا الكرام رجعنا لكم من يسنا في العريق
وشفنا لغاء تعريفه مع الربع. هذا كان متى في المكان اللي كنت تدربون فيها؟ نعم في الشحالية وفي في المرونة. أول شيء في المرونة. أول نتقال من الشحالية. إيش اللي فرق معك؟ ليش نقلت من المرونة هذه الشحالية؟ سلمك إحنا نقلنا للقرطات. قبطات الأمطار وإحنا القرطات. والربع نجمع المطاير في الشحالية ونركب من الشحالية. وتبي تغير المكان؟ تغير المكان. عشان تعودون. وتعرف الرملة. المطاير تعرف الرملة. صار. تعود المطير تعود على القاع غير صحيح. نعم أول في المرون أول انتقال من الشحنية ونفس القاع ما تغير. التجهيزات اللي سويتوها كم مدتها تقريبا قبل القلايل؟ لأن الناس يقول لك يا أخي بعضهم يقول لك أنا أشوف إنها ثلاثة أيام ها والقاس إنها أمرها سهل وإنها أمرها لا 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 ثلاثة أيام لا حول شهر شهر وأنت تجهزون القلايل مو غير يوم قلنا ترى دربنا على المطاية وسألت المطاية عدلة كنا في السبوع مرة ورا مرتين. زين الحلال ما تغير عليه المكان من المرونه اللي جيتوا صرف لا 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 ما تغير ما تغير عليه ما تغير الا واحده من المطايا اليوم الاوزات القريصه روحها قريصه والاوزات تب زين بالنسبه للطيور عندك ما استنكرت المكان من المرونه يمكن تدعو لا ما تغير الطيور ما تغير ابدا المطايا تغير بس على المطايا اللي تغيرت مطيتين ولا الواجب وغيرتوها ولا هي نفس اللي راحت جايبناها جبتوها معك اي نعم الله يعطيك العافيه زين بالنسبه للعساس اللي اخترت اخوي ذياب ذياب ما يحتاج ما اسمه ذياب الاذيب يستاهل 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 وش اللي يميز ذياب على الربع الباقيين كلهم اللي اخترت انه هو اساس من تعاسر يا عارف الريال فارس وريال خبره معك خبره من زمان نعم خبره من عارف القيعان وعارف القيعان وعارف القاع نعم وله مشاركه كلهم ما فيهم قصور اللي معه ونعمهم كلهم ما فيهم قصور ونعم بهم الحاضر والقايم وسيف كان شارك معكم قبل في مواسم اللي راحت ولدي سيف دور عسكريه جاء ربي يوفقك ايوه وباقي ثلاث ايام اربع ايام بخلص ان شاء الله جاء ربي يفرح به ان شاء الله باقي ثلاث ايام اربع ايام ولا خلص زين المكان اللي رحت له اليوم واللي اختاره ذياب راضي عليه يوم جيت اليوم وشفته بعينك والله راضي عليه لكن متلبه متلبه ها قاعده فيها في مكتت هواء شمالي مكتت هواء زين ايش رايك اجل نشوفه مع المشاهدين ونشوف التغريده الخاصه عن اخوي ذياب واختيار المكان فريق المقالينس ونشوف اللي لاحظه اخوي لاحظه الوالد ابو جاسم نشوفه معاكم معكم ذياب بن عبد الله بن ذياب العيمي من فريق مقانيس خلفوني الربع بالعساس لأن قد نزلت على القاع هذه ثالث سنة لي بالمشترك على القطاس ممكن شوي حصل تأخير لكن إن شاء الله نحن نتأخر وننجز مهمتنا ونخلص والله المكان اللي نختاره يكون مكان دائم وأقرب مكان الصيد المعتاد عليه الطقس هذا راح يساعدنا داخل هذا راح يبين لنا المكان الأذرب زيادة والله المكان مهم جدا أنا بغيت في محل لكن سباقني أظن فريق الشقب عليه لكن إن شاء الله نتوفق إحنا في المجال والله يوفقنا إن شاء الله يجمعنا عند ربعنا طبعا كل عساس بده يكون من غرب العلم بحيث طبيعته المحمية تكون القطوف اللي جيت نزلت المنزل الغربي تكون القطوف لك دارية أما نزلت المنزل الشرقي فيكون بيتك متعرض للهواء والله وفقنا في المكان نسأل الله التوفيق إن شاء الله لنا والإخوان جميع وسأل الله أن كل من يدخل يطلع سالم إن شاء الله
طبعا شفنا معكم مشاهدي الكرام ذياب النعيمي واختيار المكان ومكانه زين زين مكانه زين ما عليه بيطيح الهواء بكره طايح ولا يقول طايح ها واموره طيبه. الوالد ابو جاسم انطلقتكم انطلقت ورحت عشان تنصبون في المكان كيف كانت انطلاقتك متعبه ما لا ما نتعب بس هو اللي يروح لحد ثلاث شهور لمكه صادق بس اليوم في عجه يبوه في هواء متعود على كل شيء اي بس مو في مواتر انت اليوم رايحين على مطايا على حلال مطايا احنا بعد متعودين على الهواء متاخركم شوي شيء بسيط بعض المطايا ما اخر شيء بسيط يوم جاء البناي يوم تنصبون البيت كيف لا نصبون البيت اول كزم الخله من الشمال عشان الهواء كتارس صادق وقووا الاعمده من الجنوب اول تبدا من الجنوب رجال الواسط صادق عبد الرعي من الشمال حد يرجع عمود حد كترم يتلاحق من الهواء اي نعم يتلاحق من الهواء ابو نهار بحكم الاجواء اليوم يعني اجواء متعبه والشاب اللي قايم من صبح وتجهيزاتهم ما ادري اللجنه هالاجواء هذه يعني ممكن تساعد ممكن تعاونهم شيء ولا ما في شيء نقدمه لهم اذا هم محتاجين شيء هم مستعدين كل شيء موجود وجه كبير ما في يعني مجال لا يمكن اليوم بعض الفرق طلبوا من عندنا موضوع الطيور احنا نشيل طيورهم موضوع الطيور احنا من هنا من كذا سنه ما نشيل الطيور نهائي بطريقته الخاصه كل له طريقه وكل له استعداد والهواء الحين الارصاد تحذر عنه قبلها بفتره فيمكن فريق ابو طالب مجهزين لهم صناديق للطيور يعني تجهيزهم انا اشوفها صحيح 100% هذا بنتكلم عنه اذا الله اراد وعن الفرق اللي تجهز كيف طريقتها اللي المفروض انها تعيش الاجواء وعندها خبر عن الاجواء داخل خلينا نشوف مشاهدينا الكرام فريق الوالد ابو جاسم فريق مقانيس قطر ودخولهم للمحميه اليوم وبناي بيتهم نشوفها معاكم كان فريق مقانيس قطر محمد علي جاسم الكعبي والله محضرين وجاهزين الحمد لله بالتوفيق عند الله جاهزين نفسنا المخيم والله يوفق والله كلهم حاضرين بس في واحد منهم فريق ما جاء صار عنده حالة وفاة ولا قرار الله بسميه ان شاء الله ما يثر بس الهواء يثر الهواء بكره يثر احنا مستعدين والله متدربين وجاهزين والتوفيق عند الله معاكم صالح عبد الله سوم كبيسي من فريق مقانيس السنة نغاط أكثر ضبي على 50 يعني صارت مسابقة نفس ما تقول أصعب شوي الحبارة عليها 25 يعني حن أهم شيء في البطولة من الضبي كان الله كتب لنا الضبي بيفرجها إن شاء الله تحضيرات السنة والله أحسن من تحضيرات العام بإذن الله العام كنت على خيل والسنة داش على مطيه إن شاء الله الله يكتب لنا اللي فيها معكم أخوكم حسن عبد الله النعيمي عضو من أعضاء فريق مقانيس وتحضيراتنا كانت تحضيرات كل سنة حق القلايل بس والله شاد شوي اليوم لكن إن شاء الله بكرة بيرخي الهواء والله كل سنة نكتشف شيء جديد في القلايل نطلب من الله التوفيق وإن شاء الله نبكركم إن شاء الله كل شيء جديد نايف الخالدي من دولة الكويت أول مشاركة لي إن شاء الله جو برد وهواء والله يعيننا الهواء علينا وعلى غيرنا والله يوفقنا إن شاء الله ويوفق جميع الأفراد معك فهد بن مطلق الهاتري عضو فريق مقانيس والتحضيرات إن شاء الله كلها طيبة والمعنويات عالية الطقس والله ما ساعدنا اليوم وأمس إحنا جايين لكن لعلها خير إن شاء الله معكم تشارك محمد حسن صليطي فريق ابو قانيس وداخلين احنا ان شاء الله القرايب والله يوفقنا ويوفق افراقك جميع لا والله الحمد لله سهلوا علينا خلونا ندش نبني البيت قبلها بيوم ما
الامور طيبه ان شاء الله. عندنا ناقه شوي من خرشه من الهواء من ذي الامور، وان شاء الله ان الامر هين. الحمد لله وصلنا المحل، الحمد لله البركة يا شباب. كني كاشت مع القانون الجديد، الله يجزاهم خير، أول مرة هبني بيت على سعة، يمكن في عزبتي ولا لو اني مسوي عنا ما بنيتها بذي الساعة، كان اسرع بنيتها. الحين مرتاحين ونوفر الطاقة حق بكرة ان شاء الله. احلى احلى اول مرة علينا في التاريخ على الاجواء هذه. معنوية عالية والله العظيم، معنوية عالية. مرحبا بكم مشاهدينا، شفنا معاكم فريق مقانيس وكيف بنوا بيوتهم اليوم، والوضع اللي شفناه يبوه اليوم متعب. الله يعينكم الله يعينكم. بس خلينا نسولف مع المشاهدين عن الحال اللي دخلتوه اليوم المحمية. وش الحال اللي دخلتوه معكم اليوم؟ في خيل معكم مع المطايا؟ خيل واحد، خيل واحد، خيل واحد هذا اللي دخلتوه بس. هذا حاطينه للظبي ان شاء الله. ان شاء الله اذا الله اراد ان شاء الله. والطيور؟ طيور خمسة. شيء وش اللي مع حرار شواهين؟ لا كلها قرانيس حرار، كلها حرار. نعم. طالع فيها بشيء، فيها طاقة اثنين، فيها اثنين. هذا اللي هو مفاتيح البطولة، المفتاح. نعم نعم، هذا المفتاح اللي خاصة الأجواء هذه اللي احنا قاعدين نعيشها. صحيح. جربي إن شاء الله التوفيق لكم بإذن الله تعالى، وفالكم الفوز إن شاء الله. نروح لأخوي علي الغامدي من فريق السيلية. مرحبا. وكلبك علي وجهك تعبان اليوم؟ لا والله الحمد لله، يمكن أنا أكثر واحد في الفريق اليوم مرتاح. مرتاح اليوم؟ أي أيوة والله الحمد لله. سلامي عليك، هذا أكبر تشجيع الفريق إنك تعطيه حماس وتعطيه قوة. أيوة بيض الله وجيههم، ما قصروا. زين، ايش رايك خلينا بس نشوف مع المشاهدين فريقكم واعضاء الفريق اللي هو فريق السلية، مشاهدينا الكرام، ونرجع نكمل سالفتنا مع علي الغامدي وتحضيراتهم اليوم. على بال طبعا ما يجهزونها الشباب. علي الموسم الثالث هذا لك ولا الرابع؟ صحيح هذا الموسم الثالث. هذا الثالث، ثالث مشاركة. بالنسبة للاسامي اللي معك في الفريق هي نفسها ولا تغيرت؟ لا في تغير، في كذا شخص في تغيير. اي نعم. زين خلينا نشوفها مع المشاهدين، نشوف الاسامي اللي قال عنها علي، بنشوف اللي تغير وراح نناقشه معاه في المجلس الفريق. خلينا نشوفه معكم. اخوكم محمد بن علي قائد السيلية، احنا ان شاء الله جاهزين وكل واحد منهم يستعد، اللي معنا يستعد ويأخذ الحذر. أول مرة هدش القلايل وعارفين الأمور هناك، وإحنا جاهزين. البطولة فيها قوة تحمل، خذ الحيط والحذر من فريق السرية. الله يعين اللي بيدخل معانا، ومن دخل معانا يأخذ الحذر. احنا جاهزين بعشر مطايا وحاطين معنا ناقه احتياط، والله يوفقنا ان شاء الله. نفس ما قلت العام وأقول هذا الزمان، التحدي موجود بين أعضاء الفريق وأتحدى الفرق كلها. دوري في الفريق طير يطلع معي على طول ثابت، يعني من يوم أطلع من بيت الشعر طير اللي بدون برقع.
السنة دي إن شاء الله جاهزين من بدري، متواجدين الفريق كامل، قائد الفريق أبو علي والشباب كلنا نركب كل يوم نتدرب كل يوم، وطيورنا جاهزة على المطايا، والبيرق لابد من حصول منافسة عليه، ما حد يدخل القرايل إلا حاط عينها على البيرق. الطيور هذه الحمد لله ما شليناها ولا تخسرنا ولا تعبنا في التعب هذا، لناحية محبة للتراث ومحبة للتحدي بيننا وبين أخواننا الثانيين الفرقة الثانية. الحين جميع أخوان جميع جيراننا مع الفرقة الثانية مع الناس الثانية، فهذا التحدي شرف. أنصح اللي ما بعد دخل القلايل يشد حيله ويدور لفريق ويدخل، تراها فرصة. الفرق المنافسة نقول لهم شدوا حزامكم. خاصمهم من السرية وشدوا الحيل. شفنا معاكم فريق السهلية، هو فريق قوي مشارك الموسم السابق ودائما له بصمة في بطولة القلايل، لكن بعض التصريحات أحيانا تجي عكسية والأشراك الغامدي. والله بعض التصريحات دائما تجي عكسية صحيح، لكن القلايل إن صدف معك ومشيت على الأفوة ترك هديت واستانست. بس التحت اللي هو التصريحات والكلام اللي نقوله هذا اللي يرفع البطوله شوي اعلاميا، لابد من تحدي مع اخواننا. قصدك انت حماس زياده للفريق وللفرقه الثانيه؟ نعم صحيح. زين علي، انت قلت لي 4 متغيرين. صحيح، عندنا 4 من الشباب طلعوا من الفريق و4 دخلناهم السنه. زين 4 متغيرين، والتصريح هذا ما تحس انه شوي يعني متخالف؟ والله واثقين اخواننا. الفريق ما علي، علي اذا انت ما عندك فريق متعاون معك كذا فتره متعودين على بعض ممكنك تصرح التصريح هذا، لكنك أنت مغير عندك 4، يعني أنت عندك الآن من 5 غيرت 4، 9 غيرت 4، يعني 5 اللي كانوا معك من الموسم السابق. صحيح، 5 من اللي كانوا مع الموسم السابقة و4 دخلوا، لكن كثرة التدريب والتلفزيون ما خلى شيء عيشهم الجو، فإن شاء الله واثقين في أخواننا الجدد وإن شاء الله بتشوفون بكرة. إن الله أحيانا وأحياكم. إن شاء الله فالكم إن شاء الله الفوز، لكن عطني تجهيزكم للقلايل كم صار له؟ والله تجهيز الشباب، في شباب من شهر 11 الماضي جهزوا. من شهر 11؟ صحيح، وبالنسبة حنا يا أهل السعودية وبعض الشباب اللي عندهم دوامات هنا صار لهم شهر ونص. وتتصخرون للقلايل؟ صحيح. زين، من الأساس اللي اخترتوه؟ اخترنا صاحب التحدي أبو ناصر. محمد بن ناصر؟ نعم، المتحدث الرسمي السنة ذي هو اللي رأى تصريح. نعم يستاهل أبو ناصر. زين خلينا نشوف المشاهدين الكرام أساس طبعا فريق السهلية وين اختار مكانه، بنشوف ويوم راح الشباب بعد كذلك بنشوف رأيهم فيه، هو عجبهم ولا ما عجبهم. نشوف أخوي محمد بن ناصر معاكم وراجعين في جسر العريق. الجو اليوم شوفت العين، الهواء صلف شوي، والله يجملنا ان شاء الله ونعدي ذا المرحله على خير ان شاء الله. العام ما شاركنا، العام الاول شاركنا، السنه هذه ان شاء الله يوم ندخل هناك بنشوف الارض اللي احنا نبغى ننزل فيها ان شاء الله. وصوني اعضاء الفريق يقول المكان الداري، لان علينا هواء الحين والهواء الظاهر انه اليوم وبكره هواء، فندور المكان الطامن الحلال، ولنا عم شيء الذرع على الحلال. الانطلاقة الحين وإن شاء الله نحصل المكان اللي حنا فيه، والله يعيننا إن شاء الله. الجو اليوم الهواء صلف شوي، وبتعب الطير وبتعب المطية وبتعب الراكب نفسه. نحن جاهزين لها، تدربنا في أجواء نفس هذه وعبر من هذه بعد، وإن شاء الله نحن جاهزين للمواقف هذه.
والله حصلت منزال هذا زين، بس اللجنة قالوا لا المنطقة هذه مو مسموح فيها المنزال، يقولون غرب الرقمية، فنغير إن شاء الله نحصل مكان زين منه. شرقنا شوي وجينا المنزل هذا والحمد لله، ان شاء الله المنزل هذا انه منزل مبارك ان شاء الله. عليكم السلام، هذا محنا شرق، مرحبا. سلمك عليك. اخترت المكان هذا شوي لان المكان علينا هواء صلب في الرمله، لو بنينا بيت الشعر في الرمله الهواء راح يدفن من تحت ويحفر الوتد وراح يطيح بيت الشعر، المكان هذا اصلب شوي له. ان شاء الله المكان هذا مبارك ان شاء الله والتوفيق عند الله. شفنا معاكم اساس فريق السلي اخوي محمد بن ناصر الغفراني المري، وعلي يوم ظهرت وشفت اختيار اخوي محمد بن ناصر، جاز لك المكان ولا؟ والله بالنسبة للمنزل أبو ناصر إن شاء الله رايح سديد، المنزل ما يبي كلام إن شاء الله. صح إنه ما حوله مداري، لكن إن شاء الله مع الأخبار اللي جاتنا من الأرصاد إن الأيام الجاية إن شاء الله الهواء خفيف، والعلم عند الله سبحانه. والعلم عند الله سبحانه، إن شاء الله ربي يسهل الأمور. اللهم آمين، إن شاء الله ميسر. ونشوف على المشاهدين كيف بنيتوا بيتكم اليوم اللي هو شرقي العرقة. صحيح. نشوف مشاهد الكرام فريق السلية ونصب خيمتهم ونصب بيت الشعر اليوم، نشوف معاكم. ان شاء الله طبعا مجهزين، طبعا اليوم هواء الله يعيننا ويعين جميع الافرقه، لكن نوصيهم على الواحد ان يهدي وهو رايح ينتبه على الحلال ينتبه على نفسه. وهو طبعا راح اساس محمد واختار حضره من العرق، لكن نقول ان شاء الله انه بيجمل محله ان شاء الله. بيض الله وجه اللجنه واللي قاموا عليها، الواحد يطلع على راحته يبني بيته على راحته، وعسى الله يوفق ان شاء الله. مشاركين السنة هذه إن شاء الله اليوم بندخل، هذه المشاركة الثالثة لي في البطولة، خلاص جاهزين إن شاء الله، عندنا بس ترتيبات الطيور قاعدين نتيبها ونمهدها ونتيب عليها بحكم أن اليوم الجو هواء، فنبي نحافظ على طيورنا إن شاء الله توصل معك فيهم متملعة، ولو وصلنا إن شاء الله بنينا بيتنا راحتنا كما خف الهواء وإن شاء الله أنها بتوصل سلوم هناك إن شاء الله. اليوم درجة الحرارة 11 وهواء هواء قوي، والله نتمسك بطير هي الربو اتمنى العذاب توفيق ان شاء الله، والله يسلمون. برضه عمرك حجار تبع طيور من القناص، في طيور تثبت في طيور لا ما تمسك على الدس فلا بدنا تمح، مستعدين ان شاء الله والله بالتوفيق ان شاء الله ويجيب الخير ان شاء الله. اقول جاهزين منطلقين ان شاء الله، الوعد ان شاء الله هناك. نبني بيت الشعر إن شاء الله، طبعا عدوا مكان حلالنا إن شاء الله شوي إن شاء الله نجلس إن شاء الله.
أساس اختار المكان ذا، واختيار أحسن اختيار الحمد لله فضل الله. العرق قريب والمقرص حن في الوسط في وسط المحمية. بغينا نروح شمال، بغينا نروح يقلهم، بغينا نروح جنوب، المكان الحمد لله وسط المحمية، وإن شاء الله الله يوفق مكان زين، وعسى الله يبارك في المنزل. بس الطريق حلو، هدى شوية الجو، أنا معسكر الطريق والله الجو ممتاز، صارنا بس شوية الهواء شمال قوي، الطيور كلها دقايق واحدة تحط وكرك سلام عليك. مطايا منهم يتوزعون، احنا بتسعة، إذا ما تعاوننا ما في فايدة، ناس توزعون على المطايا وناس توزعون على البتشاء. أنا حاضر خيال الحين عشان أربط بعيدي فيها. والله اليوم عانينا من الهواء شوي، هواء ودرجة حرارة من 12 إلى 11، هذا تعبنا شوي، ولا إن شاء الله ما تعبنا، إن شاء الله الأمور طيبة. شفنا معاكم مشاهدينا الكرام فريق السريع يوم ظهر من البطولة وصبوا بيتهم اليوم، وما شاء الله كان الفريق كله تصريحات لا إله إلا الله، الربع كلهم صرحين، كلهم إن شاء الله متحمسين وجاهزين. عجل علي بتصريح من عندك. التصريح التوفيق من الله أول شيء، والله يجملنا مع جمهورنا ومع ربعنا، وإن شاء الله بتشوفون إن شاء الله اللي الله قاسمه بيصير، لكن متفاولين بالخير إن شاء الله، ورجال متحمسين وجاهزين. الطيور اللي جاهزة حقت البطولة شيرين؟ كل طيورنا، ما دخلنا إلا طير جاهز. جاهز؟ كل الطيور جاهزة. في شيء من العام؟ لا ما شيء من العام، ما في عندنا طيور من العام. كلش كلش، احنا العام ما شاركنا، العام الأول. والطلع موجود؟ الطلع كل الطيور اللي معنا طلع. شفت يا ابو الربع كلهم مركزين؟ ها نعم. قلنا احنا نقولها الربع دائما، لا فرقة لهم هي مفتاح البطولة، الطلع خاصة بالأجواء. نعم، لأن الطيور الحقها ملوع، انت ما انت في مواتر. صحيح. وبعض الرجال بيتعب يحط طيره وطير تلحقها ملوع، وسبحان الله ما يتكسر معك ليش طير ولا شيء. تبي توثق الصيد وتبي توثق النقاط. صحيح. وهذا الشغل الاساسي في البطوله داخل. نعم. داخل الصيد. جميل. شكر لك علي، ونروح بس خلينا نشوف طبعا الفريق صاحب البارق الموسم اللي راحت، اخوي ابو طالب، ولا تعبت ابو طالب. مع السهر كانت الوالد وعلي واخوي عبد الله بن صقر. ولا ندم صلح يقالنا. لا لا. والله يقالنا والمعونه صراحه. ان شاء الله احنا مطولين معكم، بس عطني كيف كان ترتيبك وتجهيزاتك للقرعه؟ احنا خيمنا اول ما طلعت القرعه، ودرنا احنا دخلنا القرعه خيمنا في النخش. صار فتره جديد، صار فتره يمكن شهر، شهر ونص يبونها تقريبا، شهر ونص. شهر ونص. ايه زين. وخيمنا وجبنا حالنا كله وتم تمرننا. الفريق اللي معك هو نفس الفريق اللي اخذ البيرق؟ لا مو بنفسه، فيه اعضاء منه لكن ما هو بنفسه. متغيرين. اذا خلينا نشوف مع المشاهدين، نشوف اعضاء فريق الشقب مع اخوي ابو طالب معاكم، ونشوف في تغييرات، نشوف معاكم. محمد طالب هذه اللي يمرن قاعد يفرق الشيء. العام شاركنا النسخة الخامسة، وهدفنا طبعا كان البيرق، لكن ما حصل، حصلنا على المركز الثاني. 2013 دخلنا وخذنا البيرق. فريق الشقب صار مجهول يفاجئ الجميع للأمانة في البطولة. سعيد بن علي المري أساس فريق الشقب. أهمية دور الأساس يختار المكان المناسب، يكون قريب لانطلاقة الصباحية. من دولة الإمارات ومشارك في فريق الشقب. أول مشارك كان العام الماضي. أنا جاي من الإمارات، جاي معي مطية ومعي طير حر صايد وطال. متوجهين الحين في الجو، اليوم طبعا الجو ما يساعد، هذا من تمرين الفريق.
والمشاركة لي. طبعا أنا خيال فريق الشقب لأن أنا في منتخب قطر لالتقاط روتات يفيد حق الضبي إذا طير أبعد مسافة طويلة أروح له. اختيار الطير يكون الطير صايد ويكون راكد على المطية ويكون طلع، هذا الاختيار الصحيح. حماسي عالي جدا والوعد في العرق ان شاء الله، وان شاء الله ذا السنة هدفنا البيرق ان شاء الله. وش جاهزيتكم؟ الترتيب عندك قاعد جاهزين، امورهم طيبة، حالنا نستعد. معنوياتكم؟ معنويات ان شاء الله، انا عالي ان شاء الله. الواحد يشد حيله، ما عاد بقى الا 10 ايام الحين. دخولنا يوم الجمعة. نعم. واحنا اول مجموعة. والافرقة اللي معنا ما يستاهل. نعم. افرقة قوة. وهدفهم مثل هدفنا، رجال يشد حيله والباقي عاوه. الواحد يشد حيله الحين عشان يفتح داخل، هدفنا البيرج نفس كهدف كل فريق. بالنسبة للطيور طبعا عندنا طيورنا العام الأربعة وضفنا عليها طيرين كلها طلع طيبة أمورها زينة. وش علوم حصان يا أبو سلطان؟ أمورها زينة؟ أمورها زينة، كل يوم يتمرن صبح عصر. ايه؟ شغال ما عليه كلام. يعطيكم العافية وبيض الله وجيكم والله يجملكم إن شاء الله والله يوفقكم. مرحبا بكم مشاهدينا، شفنا معاكم فريق الشقب وفريق هادي ولا في تصريحات ومهدي الأمور، وحتى على قبل أتذكر يطلع على البيرق نفس الشيء. شو الوضع يا أبو طالب؟ والله بحق ما بها الحين نصرح وبعقبه لا ان شاء الله ما تم مفلس ان شاء الله. ان شاء الله محمد مفلسين والرب ان شاء الله من مفلسين. خلينا نقول نقطه بس ما نسوق الاحداث للجمهور، انك مخيت البيرق ما معك، طبعا كان معك اعضاء ما بقى منهم الا اللي هو سعيد، والاعضاء الباقي كلهم جدد دخلوا معك الان. اي نعم. يمكن عشان كذا هونت ما حطيت تصريح. لا مو بهذا، الربع لا فيهم خير، ما بيض الله مكسوب بيض الله وجيههم والربع لك، لكن آلية البطولة هي اللي خلت حنا انك تلتزم بها فدخلت وجيت آلية البطولة هي اللي خلت حنا ما ندخل الربع الباقي. زين ولا الربع الباقي ودهم يدخلون، لكن تحية بعد الأخوي عبد الهادي المري نوجه له تحية في البرنامج، وطبعا كان مؤسس له فريق ثاني لكن ما حالف الحظ الوهادي بن عبيد يستاهل ابو عبيد ان شاء الله السنه الجايه ان شاء الله، وعوض ابو عبيد ان شاء الله في السنين الجايه. نتمنى انهم يستثمونه بس هذا على رجال يموت على المقناص ان شاء الله. زين ابو طالب اختيارك الاساس وقرناسه معنا بعد يوم قلنا انت داخل خدمه طالع الريش ان شاء الله. الاساس اللي اخترته اللي هو لو سعيد مد الربع كلهم شمال الشاعر، والله الربع كلهم فيهم خير، وهم اللي اختاروا هم اللي اخترت هم اللي اختاروه هم اللي اختاروه مش قائد الفريق اللي اختاره. لا هم اللي اختاروه بيض الله وجيههم وشايفين فيها كفايه. زين خلينا نشوف اساس فريق الشقب واختيار الموقع في محميه القلعه. خلينا نشوف معكم. اسمي سعيد بن علي المري، أساس فريق الشقب. والله اتجاه الحين ودي اتجه في أماكن المخيمات، أماكن المنازل اللي هي حد العرق من يمين ويسار. اختار مكان مناسب اللي يصلح لمنزل الهواء، يعني على حسب الخبرة. المكان المحمية خدنا فيه جولتين، يعني أنت رايح داخل سنتين متسابق وما تدل الأماكن هذه شوية.
هذا المكان اللي في بالي مكان ذرع بما أن الأيام ذي هواء في نفس الوقت قريب بعد على الأرض القصص على العرق وقريب على الشباب بعد وقت الانطلاق من المعسكر. العامل الجوي علمه عند الله سبحانه وإن شاء الله يكون الهواء ركود وقت بناء البيت والمكان هذا إن شاء الله طيب. العزيمة والأسرار بعد عالية تزايد مع الهواء. التوفيق بيد الله وكل من يجتهد النصيب. شفنا معاكم أساس فريق الشقب أخوي سعيد المري. ما أدري يا أبو طالب شلون شفت اختياره سعيد بعد ما الربع في ملاحظات ولا اختياره ما عليه كلام أبو علي بيض الله وجهه بيض الله وجهكم من يقول ما عليه كلام ولا عليه ملاحظات طيب ما عندك مشكلة بالاختيار؟ لا مشكلة زين. شو المشكلة اللي صادت الفريق انك تأخرت مد لثلاثة فرق الثانية اللي معك وتأخرت في انطلاقتك؟ أول شيء اللجنة بيض الله وجهكم أعطينا وقت كافي علشان نبني البيت وندخل المحمية وخلنا على ساعة على ساعة وخلنا الربع يروحون بحلالهم. مشكلة اللي على ساعة يا سيد أول واحد خلاص أول واحد خلاص أول واحد. هو آخر واحد طلب آخر, آخر واحد طلع ما شاء الله كانت أين أبدأكم خلنا كل مكانها قريب أساسهم أول واحد اختار وفي الانطلاقة آخر فريق طلع وأول فريق جهز ممكن مكانها قريب من مكانك القريب من البطولة ها زين. نروح بعض المشاهدين ونشوف نصبة الشعر لفريق الشقب ونشوف كيف صارت الأجواء معكم مع ذا العج ومع الهواء نشوف معكم. محمد بن طالب بن هلي المري القايد فريق الشقب. الحين نشيل اغراضنا متوجهين ان شاء الله للمكان اللي اختاره العساس اللي هو ابو علي. وبالنسبه للطقس هواء وعج وان شاء الله ما يثر علينا ان شاء الله ونفسيه الفريق ان شاء الله كلهم على يد واحده واتمنى من الله التوفيق ان شاء الله. الهواء قوي لكن الله يعيننا ان شاء الله الله يعيننا ان شاء الله الله يوفقنا ان شاء الله اللهم امين. فريق الشقب سنة 2013 حصل على المركز الأول وخذ البيرق والسنة 16 حصل على المركز الثاني والسنة هذه إن شاء الله أتمنى من الله التوفيق أن نأخذ البيرق والله كريم إن شاء الله. يلا يا شباب خلونا نحمل سما خلونا نتوكل على الله. حاليا مستعدين وجاهزين وننتظر ركابنا توصل وبننطلق والله يوفقنا ان شاء الله ويوفق جميع الأفرقة. والجو اليوم غبار هواء قوي وحماسنا ان شاء الله زايد ما يضرنا ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين احنا جاهزين. اول شيء ثاني شيء الحصان فلو تو صغير وعسفته من شهر وللحين ما سميته اسم بعد القلايل ان شاء الله بنسميه بعد التعب الشديد.
شفنا مشاهدينا الكرام طبعا نصب بيت الشعر فريق الشقب، ممكن السر انه طلع اخر واحد بنهار يمكن يبي الهواء يطيح ابو طالب، هذا اللي مبين لان شفنا في الاخير نشوف الهواء طايح، مو مثل ربع يوم عج وهواء عندهم. هذا كله بركه اختيار ابو علي في ظل وجهه في مذره، اختارنا مكان زين. زين ابو طالب، للتجهيزات حق البطوله الحلال اللي دخلته؟ حلال دخلنا ثمان ركائب وحصان. ما فيها خيل؟ فيها حصان واحد. فيها حصان واحد. والطيور؟ الطيور خمسة. الطيور خمسة. وش هي الطيور؟ كلها حرام. كلها حرام. كم طلع فيها؟ ثلاثة منها طلع. ثلاثة منها طلع. وهي كلها راكدة لكن ما ينقال لها طلع الواحد إلا إذا كان طلع المطية وراكد جدا. فأمورك طيبة، ما ثلاثة إن شاء الله يتغير الوضع إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. إذا الله أراد. الله يوفقكم يا رب العالمين. ونروح صوب اخوي عبد الله بن صقر ابو علي. مرحبا ابو صقر. الله يرحمك. لا تعبت ابو صقر اليوم، وجهك تعبان. لا لا تقول انت عجلوا علينا عجلوا علينا. لا لا والله ما عجل على المقلاس بكره يعني. لا ما حولنا تعب بس تخبر ورانا قومه بعدين. صادق ابو صقر، ابيك تختار تقول لي ايش سالفه اللي اخترتوه من الربع اللي هو من؟ العساس؟ العساس عبد الهادي. عبد الهادي اخترته. نعم. ايش معنى عبد الهادي؟ عبد الهادي احنا الفريق معظمه جديد يعني. عندنا عبد الهادي ونايف هم مشاركين العام وخابرين وعارفين خابرين وعارفين القاع وعارفين كل شيء. زين خلينا نروح مع المشاهدين نشوف اعطاء فريقك اللي هو فريق الجنوب مشاهدينا الكرام، ونتكلم مع ابو صقر عقب ما نشوف التقرير نشوفه معكم. عبد الله محمد العتيبي قائد فريق الجنوب. هذه أول مشاركة لي في البطولة. البطولة هذه رياضة أحبها أنا من الصفر. لنا شهرين تقريبا، شهر ونص تمرن على الركوب، طبع المطاية، طبع الطيور على المطاية، يعني شلون تجمع بين ثلاث أشياء. الحمد لله مستعدين، طيورنا جاهزة ومطايانا جاهزة والشباب جاهزين وعلى الله التوفيق. الطير يهاب من السلق، الطير يهاب من الوطاية. اخترنا المكان هذا لأنه مناسب شابه للمنطقة اللي حنا نبي تجي فيها البطولة. أكون إن شاء الله على أساس يوم قبل المشاركة بيوم لاختيار الموقع للفريق. مسافة الفريق عن بعض البعد يكون أفضل طبعا. في المقناص على طول داخل العرق ما أخذ راحتي في المقناص. في بعض المطايا تهاب من السلقان، فانت شلون تجمع بينهم؟ جهزنا مطايانا، جهزنا طيورنا على هالامور. انا مشارك طير حر قناص ثنو وطير صايد وطلع ان شاء الله. احنا جاهزين ومتدربين وعارفين الحمد لله الرياضه هذه وعارفين المقناص. من خلال التدريبات اللي قاعد نسويها الحين نحاول نقلم بين الطيور والمطايا والخيول والسلق عشان يكون بينهم توافق ما يخافون من بعض. زين متى ان شاء الله نروح للنخش؟ النخش ان شاء الله في 25 24 ان شاء الله نجي في النخش هناك. وعادي تكون جاهزة لدخول المسابقة القلائل إن شاء الله، ويكون آخر تجهيزاتنا هناك إن شاء الله. طيور ما شاء الله عليها اليوم. لو بكرة الدخول دخلنا. ما شاء الله. حتى اليوم أشوف بعد الإحبار طلع هذا عن طلع هنا الحمد لله كلهم طلعوا. لا طيور ما فيها قصور إن شاء الله، لكن نبي تكثيف التمرين الربع نبي اللياقة. إحنا نبي نلتزم بالله. القانون على اهم شيء إيه. والقسط العمر مشاركه إيه. والنوماس ان شاء الله إيه. طبعا شفنا معاكم تقرير عن فريق الجنوب وعن اعضاء الفريق، لكن الغايد اللي هو عبد الله نعم. اعتذر انه يدخل معكم في المحمية. صحيح حصلت له ظروف صحية صحية جعله ما يشوف شر ان شاء الله. ما يشوف شر ان شاء الله وجاء بداله
وجا بداله ولده لعيب. نعم وان شاء الله فيه البركه باذن الله تعالى ان شاء الله. وقلت عقب جيت اخترت اللي هو عبد الهادي عشان اختار المكان العزاز. نعم زين خلينا نشوف اختياره كيف عبد الهادي ونرجع نشوف كيف اعضاء الفريق رضيتوا الاختيار اللي ما رضيتوا. توكل على الله. نشوف اخوي عبد الهادي اساس فريق الجنوب وراجعين لكم نشوف بصقر واعضاء الفريق كيف كان رده فعلهم على الاختيار. أول مرة أسير على الساس السنة ذي، تشاورنا على المكان مع الغايد مع الأعضاء. اليوم بأس رح صوب المكان اللي وصلني عليه الغايد. اخترنا المطية السريعة علشان نصل المكان اللي اخترناه قبل أحد يوصل من الأفرقة. اختار المكان اللي شوي رملي زين للمطايا وزين للمجلس وإذارة شوي من الهواء. الهواء طبعا يأثر على القانص ويأثر على المطية ويأثر على حتى النفسية بعد في حتى بناية الخيمة وفي المشي وفي المقناص. واصل المكان اللي وصاني عليه الغايد. جينا هنا في المكان الشرقي شرق العرق. فيهم مميزات للصيد من الصباح بدري توجه على الشمس. كان زين وان شاء الله يأهلنا للنهاية. شفنا أساس فريق الجنوب عبد الهادي وكيف اختيارك كيف اختيار المكان أبو صقر؟ هذا يشرك المكان طيب و... ما عليه ملاحظات نفس الربع؟ لا لا والله ما عليه ملاحظات. لا والله احنا طاقين فيه ذرة ولا ما فيه ذرة؟ ذرة ان شاء الله انه موجود ذرة كل الهواء فيه. نعم. ان شاء الله ان شاء الله بيطيح باذن الله تعالى ان شاء الله ان شاء الله نير. وان شاء الله اموركم طيبة. انطلاقاتكم كانت صعبة ولا؟ والله شوي شوية مشاكل صارت لنا في الانطلاقة اللي أخرتنا على الوصول. زين خلنا نشوف الحين في التقرير هذا الجاي حق فريق الجنوب فريق اللي هو اللي انطلق من البطولة إلى المحمية داخل نشوفه معاكم وطريقة نصب بيت الشعر كانت كيف كانت؟ شلونك يا من القاع؟ والله عسيت القاع. حبايب زين قريب ودمات الحمد لله. وين على العرق يا ابو علي؟ شرق على العرق. شرق قريب ولا بعيد؟ والله زعمه مو بعيد. والجو نفس جونا الحين هنا؟ لا الحين حدا شوي الحمد لله. عجبني تركز هاي البرد وين العرق؟ بس انا من رايد ربه طيب وخير. طيب يشرك حاله ان شاء الله واعتذر عن المشاركه اسباب خاصه. الله يسهل امورك. الله يسهل امورك. لكن كنه معنا. نعم ما في شك. ما في شك لله نهدي الوز ان شاء الله. هو عمود الفريق هو بيغيب وبس حضوره ان شاء الله انه بين في الفريق ان شاء الله انه بين. هو ما ننسى بعد جهوده الطيبه معنويا حضر في منصه التتويج ماديا كلها ان شاء الله في التتويج ان شاء الله باذن الله. والترتيب ابو عبد الله مطلعنا من هنا ايه نقلص شوي نتعدى ونركب نقلص المطايا كلها ان شاء الله. المطايا كلها قلص الحين متجهزين ونمشي ان شاء الله. يلا يا الربع يلا توكلنا. القائد انسحب اسباب خاصه ولكن موجود يعني حضوره واضح في الفريق. نمشي على خطط القائد. شاورت مع الربع واختاروني قائد الفريق الجديد ان شاء الله فريق الجنوب. التوفيق عند رب العالمين ان شاء الله. الله
والله تجهيزاتنا مجهزينها من شهرين او شهرين وزياده. نطلب الله التوفيق والبرق ان شاء الله من ضمن فريق الجنوب. كل واحد ان شاء الله قدام. اقول تحزموا فريق الجنوب جايكم بقوه. الجو مثل ما انتم شايفين الجو بار اليوم عد بيت شعر تتعب شوي الطيور. الهواء بعد ما يساعد اليوم اكيد ان الهواء بياثر في بيت الشعر بس ان شاء الله الربع ان شاء الله نتعاون عليه ونخلصه. بخصوص العساس دخوله الفريق قبل المقراص بيوم قرار طيب من اللجنه هذا شيء يشكرون عليه. ارتاح الفريق قبلها بيوم يرتب اموره يرتب اشغاله عشان يقرص على راحته اليوم الثاني ما عنده اي شيء يعني غير المقراص. بس ننتظر الخبر من اللجنه ان شاء الله داخلين موجهين صوب البيت. هذه ساعه الصبر ان شاء الله الحين داخلين. وصلنا مكاننا صحيح ان تاخرنا شوي بس مثل ما تشوفون الجو عج واهم شيء سلامه الفريق. الصندوق عاد رساق يا ابو صقر يلا يلا قبل الليل. في ناس تخلص المطايا ان شاء الله والناس بيقومون بيت الشعر. طبعا شفنا معاكم فريق الجنوب وفريق نصف بيت الشعر لكنكم ابعدتم من المكان يا ابو صقر. والله ما ابعدنا وايد لكن صارت الظروف اللي اخرتنا بس. زين اشوف سلمان مرشح بقوه مع ان عندكم انتم ناقصين في الاساس ونقص بعد واحد زياده صرت شاب على يا اخي هو خاب الرابعه. كافو ما يحتاج بس المحميه غير القلال ترى. احنا غير بعد. وانتم غير بعد. احنا غير بعد. وكافو بس تقول تصريح الان. احنا وصلنا للنهاية معاكم عشان ما نأخركم على ممساكم. بصقر انت تقول احنا غير. نعم. ايش فضل فريق الجنوب؟ الرابع مشاركين من بعد قبل. اربعة ايام وين؟ نعم. عندي هنا في المجلس عقب اربعة ايام؟ ان شاء الله نعود عليك. اذا الله راد. يا المجلس ولا عودنا عليك المنصة؟ مرحبا عادي كافو. نعم. كافو بصقر. يبقى الوعد بعد اربعة ايام. توكلنا على الله. تحس انه مقاليس قطع بيتأهل؟ والله من عند الله. ها؟ والله ما العلم عند الله. نعم. ابوي يقول عندنا العلم عند الله. ابو طالب اتمنى ذلك هنا ولا في على قولة ابو صقر يقول لك والله نتمنى نجيك هنا ونجيك المنصب. جعلها فالكم ان شاء الله الغامدي. الله كريم الله يقسم لي فيه الخير. امين يا رب العالمين. بس خلينا نقول السريه 9 اشخاص 9 متسابقين والشق 8 وقانيه 7 وفريق جنوب قطر 7 فالله يعينكم وفاكم ان شاء الله الفوز. اللهم سبحان الله طولنا عليكم ان شاء الله مرخصين مرخصين وبيض الله وجيهكم. وجهك. احنا مستريحين معكم مشاهدينا الكرام عندنا تقرير الان عن الحلال اللي شارك في بطوله القلايل خاصه في الجوله الاولى. شوف معاكم وعاد باقي لنا سوالف وكلام كبير يا منهار راح نسولف فيه تحملني اليوم. ابشر راح اشوف معكم التقرير وراجعين لكم مجلسنا في العراق. راجعين لكم. you
تسمع وتقرير في صورة مثايل فالبطولة والبطولة في القلايل والقلايل من وتلقى نص مجيها جامع أهل الصيد من كل الفصايل والقلايل من وتلقى نص مجيها جامع أهل الصيد من كل الفصايل ديرة علت عقب واسم الرواها من ثلاث أشهر فيها السير سايل قفر ما فيها من البدوان دوعي خالية ما شف فيها زول زايل قفر ما فيها من البدوان نبتها متخلط دقه وجله وبعضه قد هو عليها الحول حايل وشمعتها بين انفسه مثرها خططت فسوم من كثرة مايل وشمعتها بين انفسه مثرها خططت فسوم من كثرة مايل كل ما هبلها والغربي عليها نوشت نواش نقاض الجدايل محل المقناص فيها والمعشاق الظلال حزومها للشرق مايل محل المقناص فيها والبطولة جمع أهل أخوان شمع شاركوا بالود من كل القبائل والقنص بوحوش وبعوق الأدمي بالخيول المصر جاتوا بالذلايل والقنص بوحوش وبعوق الأدمي بالخيول المصر جاتوا بالذلايل من بغايا من المخالي في تحزم بشقار صافي ظهر ضافي شلايل أفجح الساقين له قحف مظل للعشا في وجهه وعين دلايل أفجح الساقين له قحف مظل للعشا في وجهه وعين دلايل من جبال إيران جايب غل جزيرة عقب رابع ليلة وكره قرن وايل عدته يوم طراحوها كبر لدله ما بعد غابت عليها الشمس فايل عدته يوم طراحوها كبر لدله ما بعد غابت عليها الشمس فايل ولا شاهين مثل حاله لفعله طارحين في الضرق بالمحايل عقب ما ذبح امام الربع كل حدهم واستنفذوا كل الوسايل عقب ما ذبح امام الربع كل حدهم استنفذوا كل الوسائل ركزته فوق الواكر كانه مهد اقراع واللون كانه لون لايل لارتمح من كف راعيه ودبر تحته وفوقه تلاقى الطوايل لارتمح من كف راعيه ودبر تحته وفوقه تلاقى والهدف ما هو بفوز ولا جوايز الهدف نحي مقاني صلوايل في ظلال الصير ميتاج المروة ناصر المظلوم كساب الجمايل في ظلال الصير ميتاج المروة ناصر المظلوم كساب الجمايل ظل بومشعل عسى ربي يدومه مزبان الجالي والعطم كل عايل قايد النهضه ونبراس التقدم راعي الوقفه الى جات الصمايل قايد النهضه ونبراس التقدم راعي الوقفه الى جات
جات الصمايل قايد النهضه ونبراس التقدم راعي الوقفه الى جات الصمايل مرحبا بكم مشاهدينا الكرام ورجعنا لكم مجلسنا في العريق ومع اخواني اللي كانوا اليوم داخل في المحميه اللي يقول بيض الله وجيههم على التعب اللي شافوه اليوم. نروح مع اخوي محمد عبد الله الملهيه. مرحبا ابو عبد الله. تبقى يا ابو عجاء. ما تعبت ولا ندمت الله يسلمك. بره اليوم وعجة والله بره وبرد وهواء الله يعين المشاركين. بس اشوف الحين مريح ما عندك مشكله الحين. تعرف بعد الغبره وبعد الليل المبروك الحمد لله تغيرت الامور. تغيرت الامور. ريحنا شوي. عادي عادي. والله عاد ايام جايه. لا الامور طيبه بشرك. عاد ايام جايه ان شاء الله بنشوف تغير الوضع معك. اكيد بتغير تغير الوضع بتغير. اشوف ابو نهار اشوف ها مستغرب يضحك ابو نهار. ابو نهار يضحك ما ادري خابر له شيء. شايف شيء الصبح اليوم. كل شيء علومه عند زامل. ما يا اخوي عند زامل عندك علوم. تيبي وبعد مرحبا ابو بعد. الله يرحب بك ابو جان ومشاهدينا ومتابعينا. مرحبا ولا ندمت. اخوي ناصر قاعد حطاني مرحبا يا ناصر. تبقى ابو عجان انتم مشاهدين خلف الشاشه. ولا تعبت. ولا ندمت. اشوف الاوضاع زينه اليوم. لا والله مو زين. لا والله مو زين. اللي ما بعد دخلته في ال الحين ما بعد دخلنا لكن شفنا الشمس. احنا برد ينوخ البعارين. للامانه احنا برد ينوخ بعارين. الله يعين اللي داخل. مستراحكم الصبح اليوم؟ الصبح. الساعة كم ساعة؟ اساس و اقوى عودتهم على الافرقة. مع الافرقة. زين. لكن قالبهم العج والبرد. اذيت الله تصكه ويلا تفتحها. صادق. صادق. زين. زاد متى ساعة الصبح اليوم؟ طال عمرك مع دخول العساسين. منهار يضحك زي الحياة. قال قوم البرد يا منهار. قوم البرد وابو عجان. الله خبرك شيء يا ابو نهار. وصلت معهم الصبح اليوم على الاساسيين؟ اي نعم. وضيعنا واحد من الله يصلحه. واستعقب. وعلى السلام كيف صورت قطتك؟ ابشر سناب. يعني ما في شيء. نعم اكيد متابعينا اكيد. طبعا سباقين متابع السوشيال ميديا قبل الحلقه مشغلين اول باول. الاحداث اول باول. ما اوصيكم على الامر ذا كله لا انت ولا ناصر ولا ابو عبد الله. بارك طيب. لازم السناب في اي تشوفونه من صيد من هبه ريح من علوم. طيب انكم تطلعوا شغال التليفون مفضي 24 ساعه مفضي التليفون ما هو شغال الشاحن ما يقعد فيه. لا اله على طول لازم البطاريه الاضافيه تكون موجوده. هذا كله من الحفزه اللي فيكم اليوم في التصوير شغال. رجال من العجل تنقص البطاريه ما عيرنا صورنا كل شيء صورته كل محتركه كل شيء اي شيء. زين ابيك تعطيني الاجواء يوم ظهرت اليوم الساعه تقريبا 2 مع فريق ايش اللي ظهرت معه اليوم؟ مع المقانيس. مقانيس. مع المقانيس. المقانيس نعم. صراحة ظهرت الظهر تقريبا الساعة. ظهرنا الساعة يمكن 2:30. تأخروا شوي الفرقة. يرتبون تعرف أمورهم والعوزهم الله يعينهم الحلال. العوزهم الحلال خاصة في فريق مقانيس عندهم نقص. وضع الطيور. والحلال زيادة. وتلعوزوا في الطريق تأخروا شوي. وصلنا هناك. بنوا بيتهم. على الراحات. وكل ما قلت لهم ايش بلاكم انتم اليوم ما شاء الله هم الله يجزاهم خير رؤساء البطوله ما قصروا والله بيض وجيههم على اللجنه واللي قايمين على البطوله بشكل عام سووا لهم قرار عز الله منصف انهم دخولهم اليوم مرتاحين هذا صار الموسم السابق كان هو يدخل الصبح وفي نفس الوقت مع بلا بيته عقبها موسم على طول الصيد على طول الصيد موسم اللي راحت بعضهم ينظلم من يتاخر في البيت يبني البيت اليوم صارت مشاكل في ابن الافرقه صارت مشاكل الله يعين فعلى الراحه ما عندهم شيء يبنون على راحتهم يرتبون امورهم ويسوون عشاءهم ويسوون قهوتهم اذا خلي اسال ابو نهار عن موضوع اساسي خاصة حتى بخصوص الفرق اللي راح تشارك. دائما بعض الاحيان مع البطولة تصير في اعتراضات على نصب الخيمة او اختيار المكان. الموقع، صار شيء معكم المرة هذه في اختيار الموقع؟ اعترضتوا على موقع معين؟ بالعكس احنا هم عارفين عندنا منطقة واحدة اللي هي ممنوعة اللي هو العرق بالنفس. العرق هذا اصلا محمية طبيعية. فاحنا ما حبينا ان المشاركين ينزلون في العرق. ببيوتهم داخل وبحلالهم لكن ما يدخلونه الا كمقناص لكن منازلهم تكون من غرب ومن شرق عندهم المحميه كامله يعني ما عندكم 20 كيلو في 25 كيلو هم مخيرين فيها لكن المنطقه هذه تقريبا حوالي 12 كيلو في 3 كيلو او 4 كيلو احنا منعناها على الفرق عشان ما ينزلوا فيها بس ولا باقي الاماكن كلها مخيره لهم زين زامل الفريق اللي ظهرت معه اليوم طبعا اليوم ظهرنا مع فريق السريه والشق
شاك بظهر مع اثنين. اي نعم مع اثنين انا اخوي بنهار. ومرينا على فريق الشقب طبعا هو وصل تقريبا هو الاول اللي وصل على مكان موقع بيته. اختيار محلهم. لانهم قريب من ما بعيد مقر البطوله. والربع بنوا بيت الشعر وكانت همتهم عاليه وخطرهم وسيعه وما شاء الله تبارك الله. عندهم خبره وممارسه في البطوله. ما شفت عليهم تعب ولا شفت عليهم شيء. لا بالعكس مقسمين حتى الشغل. مقسمين دور كل واحد له دور. اللي يبني بيت الشعر واللي يرتب الاغراض واللي عند الحلال كل واحد مرتب دوره في 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 بس ما قربوا حل الكسارة بس ما قربوا حل الكسارة لا الكسارة بيد منهم عشان ما يجيهم شو لا أبشركمهم طيبة هذا مسوي الشق. ناصر بالنسبة لك أي فريق؟ فريق الجنوب. الجنوب الله وهم اللي تأخروا اليوم. ليش تأخروا؟ خذيت علومهم رجع يقولون ابلنا جاب له من أكثرها من الوغش ولا مشت على هواهم ابلها. هي اللي كل ما لدت يمين ولا تلد يسار ما تظهرت معهم. ما يعني الربع يقول لك حتى في اللجنة الشعب يقول لك انهم طريقهم ما كان سيده للمحل ما كان سيده ويقول ابننا ما عطتنا على هوانا على هواه اللي هم يلمون الجو ما يخليه. والله ما يلمون يا مان ما يلمون هم جايين شو اسمه جايين محلهم محل مخيمهم ذا جايينه من شمال هم يجونه من غرب ان كانهم جايين سيده لكنهم جوه من شمال يامهم ضيعين ولا ابنهم ما عطتهم على هواهم والعجل هدول صادق طبعا. ناصر قد شارك من قبل وعارف الموضوع من اكثر من الشباب الموجودين يعني خاصه الاجواء هذه فيها تعب وفيها حتى نفسيه يعني يقول لك انا حاتي بكره مقناصي كيف يمكن يقول لك بعدين يجي بكره هواء فما تلاقيه ضايق ومتعومس اكيد هذا شيء طبيعي انه بيكون ضايق. هذا لمسته فيهم في الفريق نفسه. ايه لكن فريق الجنوب اللهم صل على النبي. انا امس رشحت لك فريق وش اللي كان موجود امس رشحته الريان ولا السيليه؟ السيليه. الريان عقب. انا الحين الظاهر اني برشح البرد لخبط الحسابات ما شاء الله وصلوا الرياجيل حارين حراره مو طبيعيه. همه فيهم مو طبيعيه. لكن الظاهر هم الرياجيل بيفعلون. والله يوفقهم ان شاء الله. خليني اشوف خارطه المحميه اذا امكن. هذه موجوده طبعا هنا المحلات الافرقه كلها صح اللي هي جنوب والسيليه والشقب ومقانيس طبعا كلهم حول العرق ما تبعدوا منه ما يبعدوا زين الربع يقول لك في اللجنة طبعا انت موضوع الصيد والنهار متوفر في المحميه كلها المحميه كامله شو السبب دائما الربع يعني دائما عند العرق دائما هم مركزين على العرق عشان القصص عشان الثار عرف صار الموضوع يعني اي نعم اسهل لهم هم في مسابقه هم يشوفون اسهل شغله لهم موضوع الرمله والقصص يقصون ويهدون في نفس الوقت اما في القيعان اللي شرق صوب القلايل فيها وعره شوي والقصص قليل عشان كذا يحضرها من قليل نعم لكن هذه الاماكن تسوي تجمع الصيد ترى ينحاز فيها الصيد والفريق اللي بيفعل وعلى قولت اخوي ناصر هو اللي بيروح صوب الصيد زين احنا دائما متعارف في الموسم اللي راح دائما يتعلمون ترى من الفرق اللي دخلوا وظهر يقول لك لا اكثر الصيد كله بالعرق فصار عندهم عرف انه اذا اول ما يدخل يبي قريب من العرق فنبي احنا الان في هو الصيد اللي تعلمون به في العرق في كثره يمكن اكثر منه برا العرق لكن هم تركيزهم على العرق بس ممكن ممكن الحبار تجي في الوقت قال لك كلمه الان هذا عشان الافرق اللي تسمعنا اليوم انا عينت حباره معي زامل وين مكانها؟ في ذا العرق اي نعم يعني الربع اللي يشوفون الان الافرق الباقيه ان الصيد اللي برا العرق اكثر من الصيد اللي في العرق ما انا معطيك ارقام بس لا اكثر لا هو كله موزع ترى بالتساوي بالتساوي العرق تقريبا ترى ياخذ 20 او 25% من مساحه المحميه فاذا اذا هم يمدحون الصيد في ال 25% فما بالك في الباقي ال 75% زين خلينا نقول ذكرى من الذكريات الحلوه من فريق الجريان يوم الربع يقول يبون العرق ما العرق في بعض الفترات حصلوا وهم راجعين اربع حباري وهم عودين للجنه نعم هنا عندنا قريب مسحبيه من قريب وهو اللي فرقت معهم في فرقت في معهم في التأهيل وصلوا التعادل وصلوا التعادل فيه نعم وهي حول الاهلي ولا بحب ولا بحب نعم وصلت التعادل معاهم وفرقوا بالضبي وفاز زين ابو عبد الله فريقك تشوف انه بينافس على البطوله ولا اللي شفته اليوم والاستعدادات والترتيبات اللي عنده والله استعدادات جاهزين والروح عندهم عاليه مستعدين لكن يمكن الله اعلم ياثر عليهم النقص الله اعلم الله سبعة. اعلم
نعم سبعة سبعة مقانيس ناقص منهم اثنين مقانيس اي نعم سبعة منهم اثنين سبعة يعني تحس ممكن هذا انها يعني والله لا لازم يأثر يأثر بعد حتى الفريق اللي رشحه ناصر بعد سبعة زين السلام شات مبادئ كيف كان من الصبح انت معهم السلام شات شوف بالنسبة للسناب شات يعني معروف عنه الآلية اللي احنا ماشيين عليها من 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 العام الموسم السابق اي موسم السابقة العساس ما يكون له فيديوهات لانه يروح عجل ويعود عجل على ربعه على محل ما يمدي اي ما يمدي لكن نلتقط له صورة نحدد فيها موقعه مبينها للجمهور اي نعم اي نعم مبين للجمهور اختيار مكانه ومع دخولهم سناب شات شغل معاهم من مقر البطولة من يحركون لينا يمكن الساعة 7:30 احنا وثمان احنا معودين عندهم خلينا نشوف على المشاهدين الكرام نشوف سناب شات القلايل وراجعين راح نتكلم معاه مع الشباب المجلس بالعراقيل نشوف معاكم الوكم يا الربع دعواتكم بيت الشعر مليانة شلون المعنويات؟ بشرك فوق على قطر فوق النخل سلام الله عليك بلشين بدري الله عليك جاهز الوعد يعني انتم ممكن ان شاء الله على الراحات ما عندكم مقناص اليوم ولا شيء بكره ان شاء الله ابدا لعب فيكم عجله الهواء والعج هواء وعج والبل فيها جفال والحمد لله الامور طيبه رب لك الحمد الحمد لله رب شيء زين طبعا شفنا معاكم مشاهدينا الكرام اللي هو سناب القلايل والشباب ما قصروا اليوم وان شاء الله راح تشوفون اكثر مع الصيد بكره اذا الله اراد طبعا كيف استعداداتكم بكره؟ استعدادات يا ابو عجان مستعدين جاهزين بكره معهم جاهزين من فجر احنا معهم ان شاء الله باذن الله وجماهير كل الفرق والمحبين للبطوله والمتابعين اول باول على سناب شات يشوفون الإثارة والتشويق هذا أهم حاجة لأن الجمهور طمعان أنكم تغطي لهم كل حاجة وحتى كذلك على العلوم أبي بكرة إذا الله أراد المجلس أبي علوم ومواقف أبو عبد الله وأنت ناصر طيب نبي كل صغيرة وكبيرة طالك طيب أول بأول أهم شيء الشاحن بس لا تضبط أمورك خلاص اليوم من المواقف يعني اللي حصلت الفريق الشقب بس خلنا نقول بس السوشيال ميديا اللي الحين متوفر عندكم الآن على الشاشة ونذكر اللي حاب يرشح بس يبعث اسم الفريق على السناب شات ولا على طبعا التويتر او على الانستغرام وان شاء الله راح تنجمع كل عند الشباب باذن الله وراح يبين لنا ان شاء الله نسبه الترشيح لاي فريق اللي راح يتاهل معنا في الجوله الاولى اذا الله اراد. خلينا نشوف الاحوال الجويه بكره نشوف بكره حج احوال جويه هواء وبرد والله نشوف معكم خلينا نشوف مع المشاهدين عرب ما هي هواء رونا احوال جويه بكره كيف الجو ان شاء الله. طبعا ان شاء الله الاجواء بكره انها ارحم من اليوم وامس ان شاء الله ان شاء الله اتمنى ذلك والله ما 10 ما جت 9 درجات حراره لا بالي اهم شيء قد ما بعج هذا برد ما عندك بالله يهون البرد يهون لكن العج هو اللي يخلف اليوم زين بالبرق بدايه بكره كيف تحسها قويه باذن الله واحد احد اذا الله اراد ان اذا الجو بيعد لا ان شاء الله نقول لك الحوجي ما بعد فريق الجنوب يطحن باذن الله واحد احد ابو بادي الشقب و مع الشقب السيلية ومعنوياتهم عالية والمنافسة من وجهة نظري بين الفريقين اللي بتصير بين السيلية وبين الشقب غير قصورهم في الرابع الباقيين كلهم أبو عبد الله فريقك فريق المقانيص ايه ان شاء الله باذن الله انهم يبيضون الوجه ان شاء الله باذن الله وجاهزين بكره بالعلوم باذن الله اراد ان شاء الله ان شاء الله من فجر عندهم باذن الله اراد الله يعطيكم الصحه صلي معهم الفجر العالمين وان شاء الله تجيبون العلوم الطيبه اذا الله اراد باذن الله بكره وصلنا معكم مشاهدينا الكرام الى ختام حلقتنا اذا الله اراد تكونوا على الموعد ان شاء الله اذا الله اراد الساعه 9 راح يكون لنا لقاء في بطوله القلايل في امان الله.